أريد أن أرد ثمن الدبلة التي أخذتها من طليقتي، صعب علي جدا أن أذهب وأعطيها ثمنا. هي اللي لبستك دبلة ولا إيه؟ ألا يوجد طريقة أخرى أردها إليها أن أخرجها الفقر؟ لا، أنت طلقتها وأخذت دبلتها، ظلمتها في أخذ الدبلة، عليك أن ترد لها الدبلة. أما تسرق أموال الناس وتقول أن نتصدق بها، لا.